بس تسمح لي قبل اخذ مداخله من المحاميه دينا ابو زور، وهي عضو في رابطه المودعين، ويعني عملت مع الرابطه وعدد من مجموعات العمل على يعني القرار الذي صدر عن البرلمان الاوروبي. ما اذا صارت معنا المحاميه دينا ابو زور، يعطيك الف عافيه. القرار الذي صدر عن البرلمان الاوروبي والتركيز الوحيد اللي صار عليه هو في الجانب المتعلق بالنازحين السوريين، في بنود بقلبه يعني رابطة المودعين اشتغلت عليه فيما يتعلق بفرض عقوبات أو تجديد لإطار فرض العقوبات على كل من يعرقل المسار الديمقراطي والمساهمة بالفساد. إذا فيك تشرحين لنا هذه الجزئية اللي تم تغطية عليها من خلال يعني كل البيانات التي صدرت فيما يتعلق بالبند المتعلق بالنازحين السوريين لو سمحتي. مرحبا ادم، لك ولضيفك الكريم. اللي صار هو انه رابطه المودعين بالشراكه مع عدد من المجموعات اذا بدك غير الحكوميه وبالتعاون مع شركاء برا منهم اكاونتبيليتي ناو، كان صار لنا اكثر من سنه ونص عم نشتغل على ملف يتعلق بفرض عقوبات على اشخاص عملنا عليهم او حولهم دراسات فيما يعنى بموضوع تورطهم بجرائم ماليه او قيامهم باعمال عرقله لحلول الازمه الماليه، وهذا اللي فعلا كنا عم نشتغل عليه. وتم ارسال الدراسه مع الرسائل يلي بعثناها للسفارات وللبعثات ان كان بلبنان او بالخارج لحتى يكون البرلمان الاوروبي عم يتحرك بهذا الاتجاه، وهذا اللي صار. وكانت المفاجاه انه كان في اذا بدك نتيجه تصويت مش صايره قبل على هيك نوعيه قرار، لناحيه اقرار اذا بدك يعني طلب من مجلس الاتحاد الاوروبي بينرفع لحتى يكون هيدا المجلس الاتحاد عم يقرر اذا بيقبل هيدا التصويت او لا، وبالتالي هيدا يعتبر انجاز. خاصه بس نحن بهمنا كرابطه ناكد على موضوع انه نحن لجانا لكل السبل المحليه، ان كان عبر القضاء اللبناني، ان كان عبر حيلا محاولات عبر النواب، عبر قوانين بديله تنطرح وخطط بديله، ولكن لم نصل الى نتيجه. هذا اللي بدي اسالك، وبهم توضيحه. يعني اي حدا عم يسمعك هلا سيتهم الرابطه وكل مجموعات العمل اللي شاركوا في صياغه يعني هذه الدراسه وتقديمها للبرلمان الاوروبي انه شغيله سفارات وعم بحرضوا الخارج على الداخل. يعني كيف بيتم الرد على هيدا الاتهام؟ لعل الرد على هذا الاتهام ببين من خلال التحقيقات الأوروبية، مش بس من خلال فرض العقوبات اللي عم بتصير. للأسف في تقاعس شديد إن كان من الدولة اللبنانية على مستوى السلطة الحاكمة أو على مستوى القضاء اللبناني، ما بدنا نعمي منقول بأغلبيته خاصة في المراكز الحساسة بالدولة بالقضاء. وبالتالي من بعد ما لجأنا لكل السبل القانونية المتاحة في لبنان وفي الخارج، نحن مقدمين عدد هائل من الإخبارات للنيابة العامة، نحن مقدمين عدد هائل من الدعاوى، مقدمين مساءلات للحكومة عبر النواب التغييريين يلي بنشتغل معهم، ولكن لم تصل إلى النتيجة المرجوة. وسبق واجتمعنا مع الاي ام اف بعدة مراحل وبعدة جلسات، وكمان كنا عم نطرح هيدي الخطط يلي الرابطة بتشوفها، ولكن لم تصل إلى نتيجة محلية. وبالتالي كان في عنا خيار اللجوء إلى، هو خيار محق لانه هو على مستوى دولي، خاصه انه هيدي الجرائم مش بس على حدود لبنان، يعني بتتعدى هيدي الجرائم الماليه الحدود اللبنانيه لا تكون عم تطالب مصارف اجنبيه برا، يعني الاموال موجوده برا. شو بيطالب القرار او ماذا يستهدف القرار بالبنود المتعلق بالعقوبات، مصادره ممتلكاتهم في اوروبا، حساباتهم؟ اذا فيك توضحين لهيدي النقطه. ذكرتي حكيتي عن اسماء تضمنتها الدراسه، في امكانيه مشاركه من هم هؤلاء الاسماء الموجودين في هذه الدراسه او بتتحفظي على هالشيء؟ هناك عدد من الأسماء السياسيين، بعتقد الإعلام نشر عدد من الأسامي، منهم رؤساء حكومات ومنهم مصرفيين ومنهم سياسيين مشاركين من عدة تكتلات بالبرلمان اللبناني كانوا عم بعرقلوا العمل إذا بدك الخطة المالية، ومنهم مشاركين فعليين كان مصرفيين أو وفي منهم بيجمعوا الصفتين، لأنه بتعرف في نواب موجودين معرضين سياسيا
ووزراء موجودين بمصارف، وبالتالي كان هيدا عدد من هيدي الاسماء. القرار بنص ببنوده بشكل سريع على انه يتم فرض عقوبات عليهم لناحيه حجز اصولهم واموالهم بالخارج، منعهم من السفر للخارج والتحقيق. يعني في كمان طلب من اللجنه الاوروبيه ومكتب النائب العام انه كمان يقوموا بتحقيقات لناحيه الاموال الاوروبيه اللي كانت عم تيجي على لبنان وما عم بيتم، يعني ما عم ينعرف كيف عم تنصرف. كمان اعتبروا انه في اختلاس، واعتبروا انه في احتيال بالاموال كمان العموميه اللبنانيه وسوء اداره، وبالتالي كان في اذا بدك هالقد واسعه المروحه الطلبات لناحيه الوصول بالاخير لفرض عقوبات على هؤلاء الاشخاص. طيب هذا القرار يعني حسب ما مفهوم هو ما وصل لمرحله تنفيذيه، في اليه قانونيه لكي يعني من بعد ما يقر من البرلمان الاوروبي، اذا فيك تشرحي لنا ولو بشكل سريع يعني شو المراحل المقبله لكي يتحول هذا القرار الى يعني الى اداه او الى او الى قانون؟ بالمبدأ مفروض نشير لشغلة أنه البرلمان الأوروبي لا يحق له إصدار قوانين، هيدا هو قرار يسمى ريزولوشن، وبالتالي هيدا القرار يرفع إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يلي هو بدوره بيقرر ياخد هيدا إذا بدك المبادرة بقبول هيدا القرار أو برفضه. المحامية دينا أبو زور وعضو رابطة المودعين، أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة، طبعا رح يكون في لنا يعني توضيحات أخرى، وعلى أمل يعني هذا القرار يتحول إلى قانون. بدي أشكرك على هذه المداخلة.